نرجع لمحور حديثنا. احنا فعلا نهدر التمور؟ نعم. عجيب. كيف؟ أي كيف؟ ما ودي اصدر اعطيكم صور. لا لا انا اولا أصدر. اولا بعطي ابسط حاجه تمور البيوت. انا اشوفهم يعني مهملة وتقطع وترمى عند النفايات، أنا شفتها بنفسي. النفايات أنا شفتها عند النفايات تمر رطب، يعني ما هو معفن، رطب خلاص، لأنه لازم يأكل منصف ولا ما يصلح الرطب. ما مستها الحاجة أصلا والله. شوف يا أبو، وفي ناس ترى على فكرة، في ناس نشكرهم صراحة وأعرفهم شخصيا محافظين على النعمة، لا يكاد يصدر منهم هدر إلا النزل اليسير. يعني إحنا ما نجد المجتمع، لكن إحنا نحاول نصل إلى قرب المثالية. طيب بسك سؤال أبو أسامة. سم. أنا في بيتي وجاء فلان وعطاني تمر مرطب، وجاء فلان وعطاني رطب تمر مرطب، وجاء الثالث والرابع، عندي كمية زين. طيب شو اسوي بها؟ عندي انا يجيني هدايا، مو شرط اني شريتها. ورطب ها؟ تصدق بها؟ هل تضمن انك لو تصدقت بها الاشخاص اللي هذا ما يهدرونها بعد؟ اللي انا اقصده وش الحل في مثل الحال؟ اول شيء نصيحه للمهدي. ايوه. لازم تهدي شيء تحبه نفسك. نعم. في آية في القرآن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا. لا لا لا، في آية ثانية، إلا أن تغمضوا فيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أنت لو عكست الصورة وعطيتها التمر هذا بيسأل نفس سؤالك، أو أنه يقول لا يجزى خير إلا ما شاء الله. طبعا إن شاء الله أنا على أساس أنك عطيت الشيء مو بزين. أي إذا 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 بتهدي اهدي الصحيح. هذا رسالة للمهدي قبل المهدى. ما يدري يا أبو أسامة. سام، أنت هديتني ثم جابوا حسن وهداني، ما يدرون عن بعض. لا لا، أتكلم على المهدي نفسه، سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة. قصد أبو عبد المحسن أظن أنها تكثر عنده الهدايا، شو يسوي؟ لا لا، أنا أقصد الرسالة قبل، بعدين الرسالة لأبو عبد المحسن. أبو عبد المحسن عندك حلين لا ثالث لهما إلا أن يكون عندك إبداع. الحل الثالث طال عمرك إذا كان غير متعفن، ممكن طال عمرك تشيل النوى منه وتطحنه في الخلاط وتفرزنه وتحطه بدال الحلاء مع المعجنات ومأكولات. تحط حلا بدل السكر. لحظة، هذا جديدة. دقيقة خلنا أكمل لك أنا. قبل الجديدة زين، تحطها بس إيش يكون فيه نوع من الحصافة في طبعا عمله، يكون مثلا يعبى في عبوات صغيرة، وتأخذها مثلا بتسوي كيك، بدل ما تشتري من البقالة كيك. الطحين بلاش الحمد لله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. سوي حنيني، وسوي الحنيني، تسوي أي شيء تسوي. هذه واحدة. النقطة الثانية ترد على المهدى له تمر أحسن وأحسن عشان تعلمه الرسالة، تعطي رسالة مبطنة. يا سلام. النقطة الثالثة أنك إذا تشوف عمال محتاجين يستطيع أنهم يأكل أو تتأكد أنهم بيأكلونه تأكلونه، أو إذا ما أنت مسوي في الفريزر ما له إلا الحيوانات الله يكرمكم. الحل حق أنا واحد منهم حق الكسالة. لا مو القضية، شوف بأساس الناس، لأن بعض الناس الحين بعض الناس يسمعنا ترى حريص إنه يطبق كلامنا، حريص كل الحرص، فنورطه يعني والله جاتني هدايا، والله اليوم جايني 10 كراتين. طيب 10 كراتين وش سوي بها؟ قضية إنها يشال النواه والقمع وتطحن وتوضع، لو إنه رطب، رطب كامل. إيه لو إنه رطب، هذه فكرة جميلة. تطبيقها انا اعتقد ان هذه حل من الحلول سهل. الجميله وسهل. نعم. فعلا سهل، لكن ما خرج عن طاقتي فشكر الله، انا ابذل الجهد وعلى ما قال ربي سبحانه وتعالى بيوفق الانسان لكل خير ما دام مجتهد، ولا لا؟ نعم. طيب اعطيك تحل اخر. ايه، اطحنه وسوي بكيك واعطه العمال بياكلونه. يبيلها خلاص، يبيلها جهد، يبيلها صحيح، لكن ايش؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، وهذا من عمل علينا وشكر علينا. طبعا هي صعبة على من يستصعبها وسهلة على من يستسهلها. سهلة جدا، الدقيق بريالين، 1 كيلو بريالين. رحمك الله. رحمك الله. وتقدر تشتري 10 كيلو ب20 ريال و25 ريال، وتسوي كيك وتعطيها العمالة. يعني واحد من جيراننا عنده عمالة مجموعة كبيرة جدا، وأنا جايكم ما شاء الله نزل كرتون موية
وكراتين تمر بس ما ادري ايش اللي فيها، هل هم نصف ولا رطب ما ادري. اعطها للعمال 40 عامل و50 عامل في مجمع بناء ما شاء الله. احنا مع المويه يقبلون المويه ياخذون التمر، بعدين جايين مساكين يعني ما حافين. لذلك لا. انا اقول ممكن يسوي يسمونها الصناعات التحويليه، زي مثلا الجزر اللي زاد عندك. طبعا في حل الجزر والخيار اذا كان في وقت، انا اعطيكم اياه طبعا حل الموجود في اول تغريده مثبتها اللي هو حلول انا اطبقها في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. فممكن تصنعها مخللات، تصنعها مربيات، ويبغى لها طبعا جهد. لا احنا بنوجه رساله ل يعني بالذات كذا للاخوات المشاهدات الان، الاخوان لا بقى. لا والاخوان ايضا يلا زعلوا بعضهم. ابغى افكار وش اسوي بالتمر الزايد غير اللي قاله ابو اسامه، وش اللي ممكن اسويه بالتمر؟ انا ادري عندكم افكار كثيره، اكتبوها لنا بالهاشتاج خلونا نستفيد. يمكن ابو اسامه ايضا يقرا شيء ما كان يتوقع، ولا لا ابو اسامه؟ ممكن كل هذا حاصل يعني حتى الزملاء ترى ممكن مطبقين حاجه بس انهم عادي ما ساكتين. لو احد عنده شيء قال عندي بس ساكتين ما قالوا شيء، ما فيه انت عارف متورطين. لا ما قلته لا بس الان في احد عنده حل؟ اي نعم التمر. ابو حسان يسوي مثل ما قال هذا، ينظف ثم يسوي رباب، ثم يسوي الله يسلمك يدلقمه كذا ويحط عليها جغز هند وسمسم. هذا الرطب ما ينفع له ذا الكلام. الرطب والله ما ينفع له. الرطب يعمل حقة الفول هذه اللي يهبون فيها بريال فول ويغطى ويجيتهم. ما يخالف بس إذا صار تمر الرطب، إذا صار تمر وابطة ما أنا عندي يعني فكرة في الخبز. يخمج شوي. ما أبي يخمج ما تقبلها النفس. في نسبة الرطب أبو مهند، نسبة الرطب في التمر الرطب اللي ذكره عبد المحسن مرتفعة. فإذا ما حفظ جيد يتحول للتلف، يتلف فتخسر الدنيا والآخرة على ما قالوا. يعني تخسر لا أنت استفدت منه ولا سويت الصناعة التحويلية. لكن يذكر أبو حسان الآن اللي هو قضية التمر المكنوز هذا اللي ممكن، أو المطحون اللي جاي في معلبات جاهزة يسوونها مصانع، هذا ممكن يسأل المعمول للحلاء، ممكن مع القط يكون يكور ويصير مع القط. لكن تكلم سؤال أبو عبد المحسن وجيه ونبي نستفيد اللي هو الرطب. الرطب الآن يعانون الناس من الرطب. أنا شفته الله يكرمكم عند النفايات، والله أني رأيته بعين. أنا شفته عند الكرتون فيه نصه تقريبا، وصالح للأكل. أنا شفته أقول لك بغيت أكل منه فضلا عن الخبز. أنا شفت خبز وصورته طبعا ما أرسلته لكم. خبز اسمه البرجر وتوست موجود لين جدا جدا والله. لو اخذته للبيت واعطيتك هديه بتقبلها سفنجي كامل كانه اليوم مخبوز. طيب هذه ممكن تاكلها الالعاب لو يحطون في كل محل سله. لحظه قبل ما تكمل، لا يصير مثل التمر ثاني دوله. الخبز تدعمه الدوله، بتشوفون هنا ان كان عندنا وقت شرحنا ولا نشرح اجل. الخبز تدعمه الدوله، ما خصص لله يكرمكم الحيوانات. الخبز لاستهلاكك انت. الخبز لا زاد، ممكن فيه سبع طرق انا ارسلتها لابو عبد المحسن الان، سبع طرق ممكن تستهلك، وفي اكثر ممكن بعد الخوات يزيدونها. في سبع طرق ممكن ابو عبد المحسن ينشر السبع طرق ويزيدونها، سبع طرق للاستفاده من فائض الخبز. انا ما ابغى ودي بس يعني اختصر. طيب هو كان يقصد التمر سائل. لا يقول خبز. التمر والخبز كله انواع. التمر هو من افضل الاطعمه. انا بعطي الحسين المعلومه. اسلم يا ابو احمد. لا التمر من افضل الاغذيه للحيوانات طبعا. أيوة. بالاضافه لل انا اعطيتك حل الاخير. ايوه انا قلت لك ليش يكون الحل الاخير. انا ما عندي حل. انا ما عندي حل. انا الحقيقه انا اتحدث عن نفسي، ما ادري عنه. انا اتحدث عن نفسي. عندي صديق عنده مزرعه وعنده ابل وعنده غنم، ما فاض عندي من التمور الان لانه الحمد لله هذا موسمه، فهو يفيض عندنا ما فاض منها وما نحتاج ما لا نحتاجه. احطه في كيس، والحين في سيارتي واحد انا راح المه، احطه في كيس واخذه معي بنفحصه يعني شو انسان الصالح لك في الكرتون. لا مو صالح، احنا طبعا لا المتبقي ابو بندر البهايم ابو بدر ابو احمد ابو احمد سم.
أنا أتكلم أنه حل نهائي في حال عجزنا عن إعادة الاستفادة هي. لأن الحيوانات ما خصص لها التمر الله يكرمك زين مخصص لها اللي طبعا لا يمكن, لا يمكن استهلاك الآدمي يعني شيء تعفن شيء ناشف اللي يسمونها أول خنان ولا يبيس ولا الشيص هذه ممكن ما نجبر الناس عليها حتى اللي أكلها العصفور يسمونها النقاد هذه ولا أحلى منها في واحد عنده انخرف في البيت يقول أول ما خرف النقاد هذه صحيح يجي طبيعي حلو وتجير قلت ما تخاف من أمراض وشيء قل تخاف من أمراض اغسلها مهم مشكلة فقضيتنا كيف نستفيد من مواردنا صحيح. في مثل طبعا ذكروه في حادثة صارت في ألمانيا أنا ما يهمني صحة الحادثة لكن مثل جميل يقول المال لك والموارد للآخرين يعني يمكن سوي هذه الأنعام والمقالة والدبش لها طبعا علافة خاصة هذه ممكن تطعم بها مساكين عوائل لا تكاد تجد لكن لا سويت بها كيك سويت صناعة تحويلية استفدت منها واستفد منها الآخرين هذا مهم قضية أني أستفيد منه هي جميلة فكرة أني أرتبها كيكة وذوقيها العيال إنجازت لهم بعد أعطيهم نصفها ونصفها روحي للعمال أنا بوسع صدر الحصيني مصر تصدر